اوكي باتل رويال فورت نايت الفصل الرابع ماب جديد كل شيء جديد دبابات رقم واحد بسم الله اوكي ستيف كالعاده هذه حقت الرادار يديك ترقى اوكي شات جن جديد كرة ثلجية يمديك تدخل داخلها وتدمج واحد هذه ديم الان لا مش هذه صبر حق ذا ويتشر وينها الان ايوه رهيبة ابيها هذه لازم نجربها لازم سلاح طب جديد برضو وشات جن جديد هذا زي حق الثلج الماب والانمي الجديد حقهم اللي نسيت شو اسمه هذا بيكون مو طبيعي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الكابتر الرابع من فورتنايت انا ادري المقطع هذا المفروض انه ينزل لك مقطع 6 مليون ولكن عزيزي المشاهد حاب اقول لك ارتاح مقطع 6 مليون جالس ينطبخ فركز بالكلام اللي بقول لك يا زين ال 6 مليون جاي بس ما اقدر اوقف القناه يا جماعه والتنزيل فيها يتوقف عشان المقطع ما خلص فبننزل ولكن وعد انه بيكون مقطع باذن الله من الاخير الله يسعدكم على 6 مليون وباذن الله الشكر بيجيكم في المقطع وبينعطى حقه باذن الله اسال الله يا جماعه انه يسعدكم واشكركم على دعمكم ترى انا جاي اقول لكم كلمه ان هذا المقطع برعايه اعظم ما وجد في هذه البشريه الكود العظيم اسكسبي يا اخوان اذا دخلت اللعبه او ما عندك فلوس او عندك فلوس تاكد فقط انك حاطها لان كذا حطيت انا استفيد فاول ما تدخل اللعبه عزيزي المشاهد اترك لعبه الباس ثواني قبل لا تشحن قبل لا تسوي اي شيء روح عند المتجر واضغط مربع وتاكد انه موجود هذا اللي يطلب منك تاكد فقط انه موجود لا تنسى من اللايك والاشتراك انسبي بالله ونشوف ايش عندنا الله يلا 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 وات ذا وش ذا يا جماعه وش ذا يا ويلي شكل الجزيرة كيف صار طيب يا جماعة غيرت الحساب حقي وجيت أبجرب الحركة الأولى معاكم اللي أقدر أنقز فيها من وراء البنايات خلينا نشوف إي والله ضبطت حلوة 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 والله ميت 100% لا محالة ليه ما أقدر أسوهم يا عيال يا جماعة قاعد ألعب فيرست بيرسون شوتر دي مدري وشي قاعد ألعب فيرست بيرسون شوتر أنا قاعد ألعب كأني كام وما عندي ام اس اكس اضرب طيب عشان حقين يوتيوب يفهمون يا عيال انا مقلتش الان انا العب كاني سبكتيت هذا مو بالتحديث ترى بس بفوز بالجيم وانا كذا عادي اقسم بالله ان خلقه جيم عدنا والعود احمد وعزائي الساده المشاهدين الكرام متابعين قناه اس اكس بي اينما كنتم تغير الماب زي ما انتم شايفين وما لعبنا قبل شوي جيم ولقمنا بسم الله انتوا بتصدقوني اذا قلت درب بسم الله الرحمن الرحيم رجعنا لكم باول جيم يا جماعه الخير من الشابتر الرابع من فورتنايت بسم الله هذا الفرج يخلط ورا طلقه والله ما ادري الله تدبخ نجربه يسوق من نفسه اوكي اوكي فهمت اذا ضغطت شو يسوي حلوة 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 في حاجة هنا شفتها مطرقة ثور مطرقة ويتشر مطرقة من وذا من اللحية اوكي اوكي نايس ما ابغى اموت ما ابغى اموت والله اني ما ابغى اموت ايش ابغى مطرقة ثور تفعيل يا عمري يا اخي اذلت يا اخي مطرقة ثور انقذيني تكفى حاولت اطلع
محتوى ولكن ما فيه الناس تلعب بالشرف رب المصحف تلعب بالشرف وتزب ام المحتوى والجيم الجاي اذا ما نزلت نهايه الزون جمعت 3 ساعات من الموارد جبت الجيم سود وسرايك على المقطع ذكر كلامي مع مطرقه شي كريم هذا ايش بيعرف يلعب كذا من كيف تعلم على المطرقة توها نازلة يا المجنون عطني اياها عطني اياها عطني اياها سلق صح سلق نايس نايس ايش في عبدودك؟ خلاص 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 انا ايش؟ موز غلط غلط يا اكيد 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 طلقه واحده اكيد تعال 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 ادري انك بوت تعال يا الله يا يا جماعة أنا وقفت بث الآن عشان تعرفون وصلت مرحلة معي لإيش أقيام أموت فيها من سلق أقيام أموت فيها من لعب الزفت أقيام أموت فيها بسبب أشياء كثيرة ما عاد أبغى أصرف ما عاد أبغى الآن أبركز أطفي الإضاءة اسمعوا لي أعرق شوي هذا التاج ما راح يتغير مكانه أوعدكم يا جماعة أنا بحاول بس شوفوا المعركة
حارقين شلون؟ هذولي حارقين اللعبة المجانين. يوه يبون يلعب مع هذولي صح؟ والله زين مني وصلت لهنا. هذول ينامون بفورتنايت ما عندهم حياة. عطني مطرقتك الله يرحم شيبانك. يا ساتر هنا يا جماعه الخير وصلنا للختام اللهم لك الحمد لان الاعصاب ما عاد صارت تمسك. كبرت الفوز يا جماعه. لا تنسونا من اللايك والاشتراك واكتبوا لنا افكار نسويها في السيزون. ولا تنسى عزيزي المشاهد اذا انت فاضي الان وقاعد تطلعني تاكد انك حاط الكود. الله يسعدكم ويوفقكم يا رب. السلام عليكم.